نناقش معكم المتطلبات اللي كطلبهم الإماراتية باش تخدموا معها كمضيفين الطيران. أول حاجة خاصكم يكون عندكم الإنجليزية، تكونوا كتقنوها مزيان، كتعرفوا تكتبوا بها وكتعرفوا تهضروا بها. ثاني حاجة أنكم تكونوا اجتماعيين متفتحين، وأهم حاجة هي فرفوشين. فرفوشين كاتبينها بحال هكا، تكونوا انكم كتضويو. ثالث حاجه وهو الطول، يكون فيكم متر وستين وما فوق، وتكونوا كتوصلوا لجوج متر واثناش. ملي كتمشيو للانترفيو كيقول لكم هزوا يديكم الفوق بحال هكا بحال هكا، كتهزوا يديكم باش توصلوا لجوج متر واثناش برجليكم حافيين. رابع حاجة أنه ما يكون عندكم تشي مشاكل، ويقدروا يطلعوا عليكم فيزا ديال الإمارات بسهولة وبتشي مشكل. خامس حاجة أنه يكون عندكم عام ديال الإكسبيريونس في المجال ديال الضيافة ولا خدمات العملاء. أي حاجة عندها علاقة مع كيجيوكم ناس كتعاملوا مع ناس فهي مقبولة. سادس حاجة وهي البكالوريا، تكون عندكم البكالوريا، النقطة ما كتهمش، الشعبة ما كتهمش، مهم يكون عندكم البكالوريا. سابع حاجة وهو تاتواج، ما يكون عندكم تاتو باين كيف ما شفتوا كلبسوا حنايا نصكم بحال هكا، ما يكون حتى شي حاجة باينة، كان تاتو هنايا ماشي مشكل، مهم حتى شي تاتو ما يكون باين. أما بالنسبة للولاد فماشي مشكل إلا كان تاتو هنايا، بالحكم أنكم كتلبسوا اللونغ سليف، القميجات الطوال.